به عسلام. من تحت الزيتون في عمق الطبيعة، مراسلكم اليوم عليم رابط يحييكم ويشد لكم يديكم باش تكملوا تتفرجوا على حلقة أخرى من وين خلطنا. شهيق، زفير وتوبتي معهم في بنقردين لاحمة. أي يا سيدك من سيدك، جماعة مكرزين على غلق المعبر الحدودي لرأس جدير. يا أخي صارت مصادمات مع كعبات التدخل، وزيد حتى من الخشاشر هملوا قرايتهم وخلطوا على المحتجين. ما ننساوش هوني اللي أهالي بنقردين السورس الوحيدة لعيشتهم هي التجارة مع القطر الليبي الشقيق، وكيف يتسكر تشيك بوينت تقول عليك شديد طفل صغير وخنقته مخدة وهو يتبربس، وتجي أنت من بعديك شي وتقول يا ربي راني انا حديت من مخدر في كنيخته وهو خبجني روايق. هيا يا سيدك بنت سيدك الزين والعين الجبالي، الوزير نمر واحد في تونس قال في ليبيا مباشرة من طرابلس سيتم في القريب فتح معبر رأس الجدير بعد اتخاذ التدابير اللازمة. وزاد عليه الوزير نمر واحد تاع ليبيا وقال صدرت تعليمات للأجهزة المسؤولة من داخلية ودفاع لاتخاذ التدابير العاجلة من أجل فتح هذا المعبر. وإحنا كما انتوما كما العالم الكل نعرفوا العجلة وكعبة الزربة متاع تونس، وزيد كمل عليها ليبيا تولي الحكاية كما كعبة ملاوي دوبل فيها دوبل سلامي حيحان دوبل فروماج دوبل هريسة. أكلي كتابت تقول يا جورة وتحب لكم سنين باش تهضموها فيما معناه. استنى يا دجاجة لين يجيك القمح مباجة. دقيقة نعاودو. استنى يا بن قردان لين يحلو الباب في وجهك. العبادي جات عليهم لنا تحت الزيتون قلهم لينا في قلب المدينة، وفي نفس الوقت راس جدير التوا مسكر. أي وين خلتنا؟